يا مساء الفل ومساء الانتصار ومساء الألقاب ومساء الفرحة الكبيرة جدا 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 على كل واحد أهلاوي. ألف ألف مليون مبروك لكل أهلاوي في أي حتة في الدنيا. ألف مليون مبروك لكل واحد وقف ورا النادي ده. في الحقيقة الفرحة حلوة، في الحقيقة كانت فرحة منتظرة ولقب منتظر جدا جدا لكل عشاق النادي الأهلي. بطولة غايبة بقالها 7 سنين، بالنسبة للأهلاوية 7 سنين ده كتير قوي بصراحة. يعني أنت اللي دايما بتكسب الألقاب دي، أنت البطل، أنت الكبير، ويا أفريقيا للكبار فعلا. النادي الأهلي قدر يفرح كل الأهلاوية من خلال انتصار تاريخي امبارح على نادي الزمالك بنتيجة 2-1 علشان يفوز باللقب التاسع ليه في بطولة دوري أبطال أفريقيا. فرحة ما بعدها فرحة، مباراة وبطولة غالية جدا من ضمن أهم اللحظات في تاريخ النادي الأهلي امبارح والفوز بهذا اللقب المنتظر. وبقالنا بصراحة كتير وكنا يعني بنساند جامد قوي وكنا متحمسين قوي البطولة دي بالذات. مباراة ما بتحصلش كتير جدا جدا ما بين الأهلي والزمالك، هي تقريبا مباراة في العمر يعني لما يكون أهلي وزمالك في نهائي بطولة قارية. فإن أنت تكسب المباراة دي في حد ذاتها حاجة كبيرة جدا جدا، يعني لأن أنت بتلعب فريق كبير زي نادي الزمالك، فريق محترم عنده نجوم كبيرة في فرقتهم، عندهم جهاز فني جيد، وإن أنت تكسب أنت كمان كويس وأنت كمان عندك لعيبة أبطال، فده أمر تاريخي لازم التاريخ هيقف عنده كتير جدا. فبالتالي أنا برحب بحضراتكم في حلقة خاصة جدا من الترند النهاردة، لأن هي حلقة اللقب وحلقة الاحتفال ببطولة دوري أبطال أفريقيا والبطولة رقم 9 في تاريخ النادي الأهلي. كنا دايما بنقعد نقول التاسعة يا أهلي التاسعة يا أهلي، بصراحة الفترة اللي فاتت في البرنامج ما كنتش بقول كلمة التاسعة يا أهلي كتير، يعني كجانب من مش عايز أقول تشاؤم بس يعني إيه، ما كناش موفقين في بطولتين قبل كده لما وصلنا النهائي وكنا دايما بنقول التاسعة يا أهلي. المرة دي بقى إحنا بنقول التاسعة اتحققت يا أهلي أخيرا في انتظار العاشرة، وهو ده دايما طموح الأهلي وطموح جماهيره واللي هم عندهم طمع كبير جدا في حظ البطولات، هم متعودين على كده الناس. فأنت هتفكر في اللي جاي كمان بداية من بكرة، عندك كأس مصر وعندك سوبر أفريقيا وعندك كأس عالم الأندية في شهر 2، يعني حاجات كتير جدا الأهلي هيشارك فيها وحاجات كتير جدا كلنا هنبقى ورا الأهلي فيها وهنتكلم عنها. لكن سيبونا بس نفرح امبارح بعد الماتش والنهاردة الفرحة ممتدة. طبعا الفريق كمان ما رجعش التدريبات والنهاردة إجازة، فهنفضل فرحانين لحد ما يبتدي فريق تدريباته عشان يستعد لمباراة الاتحاد يوم الثلاثاء اللي جاي في نصف نهائي كاس مصر، بطولة ان شاء الله منتظرينها كمان. انت لغاية دلوقتي حققت ثنائية دوري ودوري ابطال افريقيا في انتظار كاس مصر وكمان انتظار السوبر الافريقي وكمان نفسنا في السوبر المصري، يبقى حققت خماسية تاريخية ما بتحصلش كتير. حلقة النهاردة مهمة جدا وعندنا فيها فقرات عديدة وحيكون الغالب عليها هو الاحتفال بهذا اللقب الغالي، بالتالي احنا منتظرين مشاركتكم معانا. والمشاركة النهاردة مش هتكون من خلال سؤال، لا هتكون من خلال رسالة ووصف لفرحتكم بفوز النادي الأهلي امبارح من خلال فيديوهات تبعتها لنا على صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستجرام. ابعتوا لنا الفيديوهات ولحظات الفرح بالنسبه لكم امبارح اثناء المباراه او بعد المباراه او حتى اثناء هدف قفشه اللي هنتكلم عليه كتير جدا جدا جدا. فمنتظرين تفاعل حضراتكم معانا وهنعرض كل الفيديوهات دي مع نهايه حلقه النهارده. خلينا نبتدي كالعاده بالعناوين، يلا بينا. في ترند بطل افريقيا اللي هو الاهلي، التاسعه اهلاويه. ترند بطل افريقيا، النادي الاهلي يشارك في كاس العالم للانديه للمره السادسه. وانديه العالم تهني الاهلي بالتتويج الافريقي. طيب خلينا نتكلم بصراحه كده مع بعض. انا بالنسبه لي انا يعني في حياتي ما فرحتش غير مرتين الفرحه الكبيره قوي دي امبارح. الواحد مش انا يعني كل الناس في الحقيقه كل الاهلاويه ما كانش حاسس بنفسه وهو بيفرح وما كانش متمالك اعصابه خالص. يعني انا بتكلم عن نفسي وانا واثق ان كل الاهلاويه في اللحظات دي كانوا سعداء جدا جدا. المرتين كان هدف ابو تريكه في الصفاقسي فرحه غامره لان الهدف كان في اخر لحظات المباراه ببطوله غاليه جدا، بطوله دوري ابطال افريقيا. المره الثانيه هدف محمد مجدي قفشه، ربنا يبارك لك يا ابني والله، جون من احلى الاهداف من احلى الاهداف اللي جت في تاريخ البطوله. هدف رائع جدا جدا جدا، ثقة ايه ومهارة ايه. طبعا احنا ما عندناش الحقوق ان احنا نذيع الهدف لكن الصور تتكلم،
والصور بتحكي وبتشرح نفسها، والأهداف دي اتحفرت في أذهان جمهور النادي الأهلي في الحقيقة. فجون غالي جدا جدا وفرحنا جدا وخلى كل الأهلوية غاية في السعادة والانبساط في الحقيقة. يعني تسلم رجلك اليمين يا قفشة، ويسلم كل لعيب راجل لعب في مباراة امبارح. ممكن واحد دلوقتي يقول لي الأهلي ما كانش في أفضل حالاته، طبعا الأهلي ما كانش في أفضل حالاته، لكن في مباريات بتتلعب عشان تكسبها، في مباريات بتتكسب مش شرط تتلعب، اكسب خد البطولة. محدش بيفتكر الأهلي كان حلو ولا وحش، اللي دايما الناس تفتكره إن الأهلي البطل، إن الأهلي هو الفائز في هذه المباراة. الأهلي فاز على الزمالك في مباراة بتحصل مرة واحدة في العمر، هي فعلا فعلا مباراة القرن، فبالتالي ليها مذاق وطعم خاص جدا جدا عند كل الأهلوية، عند جماهير الكرة المصرية بشكل عام. سواء حتى لو كان الزمالك كسب امبارح كانت بالنسبة لهم بطولة ما بعدها بطولة يعني. فإحنا بنفرح ببطولات كتير جدا جدا، ودايما بنفكر في اللي جاي، ودايما أهداف بتبقى عند جمهور النادي الأهلي ما بتخلص، الطموح كمان في الأهلي، الطموح الحقيقي بقى في الأهلي ما بيخلص وما بينتهيش. وأي حد عنده طموح نفسه يحققه يثبت نفسه في النادي اللي هو فيه عشان الأهلي يسعى وراه ويجيبه، فبالتالي يقدر يحقق الطموح ده. لو أنت واحد بتحب أن أنت يبقى عندك ألقاب وعندك سي في وسيرة ذاتية بالنسبة لك مميزة وتكتب تاريخك في الكورة في مصر، اثبت نفسك في النادي اللي أنت فيه عشان الأهلي يقتنع بقدراتك، وفيه لعيبة كتير بالمناسبة كويسة جدا في مصر، فبالتالي تقدر تيجي الأهلي تساعدوا بعض أن أنتوا تكتبوا التاريخ زي ما احنا شفنا كده. طيب انا هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل بقى نرجع نحكي مع بعض ونعيش الفرحه واجواء مباراه الامس والفوز على نادي الزمالك بنتيجه 2-1 وحصد لقب بطوله دوري ابطال افريقيا بعد الفاصل. فرحة حلوة مفيش كلام لما تبقى من خلال مباراة كمان زي دي وبطولة زي دي وبقالك كتير ما بتكسبهاش وبعد مجهود وعرق وصبر كتير جدا، فبالتالي لازم هتفرح الفرحة الكبيرة قوي دي قوي قوي يعني. قبل بس ما استفيض في الحديث عن النادي الأهلي ومباراته امبارح وكل الظروف اللي مر بيها النادي الأهلي على مدار الفترات اللي فاتت بالتحديد، حابب بس أتكلم عن نادي الزمالك. وفي الحقيقه عايزين نقول لكل جماهير وهارد لك، عملتوا مباراه كبيره كبيره، نادي الزمالك نادي محترم، جماهير محترمه، جهاز فني ولاعبين محترمين، لهم كل التقدير في الحقيقه، وبنقول لهم هارد لك. ماتش عملوا ماتش حلو بصراحه يعني، عناصر كمان عندهم عناصر مميزه جدا في فرقتهم. مباراه كانت فعلا فعلا قويه جدا امبارح ما بين الفرقتين لاول مره من فترات بعيده، او بالتحديد السنه دي كلها لاول مره يكون في تكافؤ ما بين الاهلي والزمالك. في عدد من السنين السابقه كان الزمالك بعيد قوي وكان الاهلي بيكسب وكان الامور طبيعيه، لكن السنه دي تحديدا الزمالك بصراحه في عزه في عزه وفرقه قويه جدا جدا، فكل الاحترام والتقدير ليهم، وان شاء الله ما تكونش دي اخر يعني، او ما تكونش ده مش هيكون نهايه المطاف بالنسبه لكم، لسه في بطولات ثانيه ان شاء الله الاهلي برده اللي يكسبها، لكن احنا بنتكلم على ان عايزين نديهم بس جزء او نتكلم عنهم في حته ان هم كانوا عملوا مباراه كبيره يعني في الحقيقه. لكن الاهم في الاخر في الاخر ان البطل بيكون مين؟ البطل كان النادي الاهلي. وفي جزئيه كمان في الحقيقه عايز اتكلم فيها بخصوص شيكابالا يعني. وبعض الجماهير القليلين او الصغار في السن المتحمسين قوي للنادي الاهلي، كلنا متحمسين وكل حاجه، لكن في قله صغيره قوي بيشبهوا اللاعب بامور غير مناسبه وحاجات يعني مش مطلوبه اطلاقا يعني. كل الاحترام لشيكابالا لعيب جيد، وكل الاحترام لكل عنصر داخل نادي الزمالك ولجهازه الفني بكل تاكيد بعد مباراه الامس. مش مطلوب الامور دي يا جماعه، احنا نفرح، احنا النادي الاهلي بنفرح عشان لما بنكسب بطوله حتى لو على حساب فريق كبير زي نادي الزمالك، لكن دايما الهدف عند جماهير النادي الاهلي ان انت بتبقى عايز تكسب اللقب ده بغض النظر انت بتلعب مين. الهدف عند النادي الاهلي انك تحقق طموحاتك وتحقق الاهداف اللي انت حاططها بالنسبه لك عشان توصل لها. انت بقى هتلعب الزمالك، هتلعب النجم الساحلي، هتلعب الطرق، ايا كان ايا كان. فبالتالي مش عايزين ان احنا نتجاوز في حق احد، الاهلي كبير، عايزين نرسي مبدا الروح الرياضيه ونبذل تعصب، ده هيبقى امر مهم جدا، والفتره الجايه بقى عايزين هدوء يعني.
الفترة الجاية نرجع لزمن وعصر الهدوء ما بين الأهلي والزمالك بإذن الله، يعني ده أمر هيبقى مهم جدا جدا جدا. فهارد لك جمهور نادي الزمالك. خلينا بقى نتكلم على الأهلي بقى ونفرح بقى، ونتكلم عن واحد واحد كده ساهموا في الانتصار امبارح وساهموا في البطولة بشكل عام. وبالمناسبة يبقى يعني ظلم قوي لو احنا اقتصرنا فوز امبارح على لعيب بعينه أو حتى لاعبين ثلاثة، لأن المجهود دايما بيبقى مجهود مشوار كامل وبطولة كاملة ومباريات كتير من خلالها بتقدر توصل لهدفك وتحصد اللقب المنتظر. ده الأمر الأهم يعني. لعيبة النادي الأهلي ممكن امبارح البعض وجهة نظر عند بعض المحللين ومن خلال رؤيتنا المباراة طبعا الأندية الأهلي ممكن يبقى أحسن من كده بكتير طبعا، لكن كل مباراة ليها ظروفها، وفي نفس الوقت أنت بتلاعب فريق مش ضعيف يعني، نادي الزمالك فريق كبير، لكن الأهلي يستحق البطولة. الأهلي يستحق البطولة ليه بقى؟ لأن احنا بنتكلم على مشوار طويل. الأهلي فعلا كان الأحق. لما هتيجي تبص للأرقام هتلاقي على مدار البطولة دي كلها الأهلي ما خسرش غير مباراة واحدة بظلم تحكيمي واضح جدا، لما اطرد أيمن أشرف في الدقيقة 12 أو 13 على ما أتذكر في مباراة النجم الساحلي هناك في تونس في ملعب رادس. خسرنا 1-0 في مستهل مشوار دور المجموعات. من ساعتها الأهلي ما خسرش خالص لا بره ولا جوه أرضه في البطولة دي. الأهلي كان حقق انتصارات كبيرة جدا، سواء اتعادل مع الهلال السوداني في مباراة صعبة قوي قوي في الخرطوم وكانت مباراة حاسمة في التأهل، فاز على صن داونز هنا وتعادل معاه هناك في جنوب افريقيا والفريق اللي كان عمل معاك نتيجه كبيره السنه اللي فاتت، فاز كمان على الوداد ذهاب واياب، ودي حاجه كبيره قوي ان انت تلاعب فريق محترم وقوي زي الوداد وتكسبه في الذهاب 2-0 وترجع تكسبه هنا 3-1، فدي كمان نتيجه كبيره. فكل ده كل ده يقول انك فعلا تستحق البطوله دي. مجهود كبير قاموا بيه كل رجاله النادي الاهلي. عايز اتكلم على بعض اللاعبين وبالتحديد ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم امبارح كان احد ابرز نجوم المباراه. ليه بقى؟ لان ياسر كان واخد تحدي مع نفسه ان هو يمحي الصوره بتاعت مباراه الزمالك في الدوري لما تفوق عليه مصطفى محمد. دي حقيقه، مصطفى محمد مهاجم قوي مميز ما شاء الله عليه بصراحه، يعني بصراحه تفوق على ياسر ابراهيم بشكل كبير سواء هو او بن شرقي في مباراه الدوري اللي خسرها النادي الاهلي 3-1. فكان تحدي خاص جدا عندي ياسر ابراهيم ان هو يثبت ان هو مدافع كبير. بصراحه اثبت ان هو مدافع كبير، اثبت ان هو مدافع كبير بعد تفوقه على مصطفى محمد بشكل واضح جدا بصوره مميزه. كل الكرات المشتركه هو فاز بيها، كل التحديات قدر يتغلب عليها ومحى الصوره اللي كانت بالتحديد عنه في مباراه الزمالك. هو مدافع كويس في كل المباريات وبيقدر يقدم مباريات كبيره في الحقيقه وبيساهم مع النادي الاهلي في مباريات كتير في الفوز يعني، لكن المباريات الكبيره اللي زي دي اهلي وزمالك او ما شابه ذلك يعني لازم تبان شخصيتك، لازم تبان قوتك. فده اللي ظهر من ياسر ابراهيم امبارح. كل التحيه لياسر ابراهيم ولفعل النادي الاهلي في مباراه الامس، وكان انتصار جيد. لسه عندي كلام كتير على امور مختلفه بتخص النادي الاهلي، بس هروح لفاصل سريع ونرجع يلا. في الحقيقه عدد كبير من اللاعبين النادي الاهلي ساهموا في البطوله دي بشكل كبير جدا. انا عايز اتكلم عن واحد واحد كده سريعا وابرز نجوم الفرقه، ومش عايز اقول في ناس بعينهم هم الابرز لان الكل اللي ساهم بشكل كبير قوي، لكن انا اتكلمت على ياسر ابراهيم، عايز اتكلم على ايمن اشرف. والراجل ده بصراحه يا جماعه لازم ياخد حقه، لازم ياخد حقه. خد سيل من الانتقادات فتره من الفترات، وناس شككت في عدم قدرته على ارتداء تيشيرت النادي الاهلي وامكانياته قليله وكان لا، الراجل حاجه جامده قوي. ايمن اشرف لعيب جامد قوي ومهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي ومنتخب مصر، بيلعب في مكان هو خلاص بقى مكانه، هو بقى مساك بيجيد فيه بشكل ممتاز. راجل بيطلع بالكره صح وبيدافع بشكل مميز وحاجه جميله جدا ايمن اشرف، فليه كل التحيه ايمن اشرف، بطل من ابطال النادي الاهلي اللي ساهموا في لقب غالي جدا. وفي الحقيقه هي رساله لكل لعيبه النادي الاهلي، انتوا بصراحه دلوقتي الجيل ده انتوا كده دخلتوا تاريخ النادي،
لان اي جيل بيبقى موجود بيحقق الدوري، الدوري المصري ده اي جيل مع احترامنا ليه واحترامنا للمنافسه فيه والفرق اللي بتشارك فيه على راسهم نادي الزمالك طبعا، لكن بطوله هي مفضله عند جمهور النادي الاهلي وعند لعيبه النادي الاهلي، اي حد باي مدرب بيجي بياخد الدوري. لكن امتى تكتب اسمك في تاريخ النادي الاهلي؟ لما تجيب البطوله دي، بطوله دوري ابطال افريقيا، انت كده لعيب مميز، انت كده تستحق تبقى موجود في النادي الاهلي. طالما جبت دوري ابطال افريقيا انت كده تستحق تبقى موجود في النادي الاهلي. فهي دي الرساله لكل اللاعبين. اتكلمت على ايمن اشرف، علي معلول ده مش محتاج بقى ان احنا نتكلم عنه، يعني ده حاجه كده مع نفسه لوحده في حته تانية. يعني علي معلول نجم من نجوم النادي الاهلي ومن افضل الصفقات في تاريخ النادي الاهلي. محمد هاني عمل مباراه امبارح ممتاز ممتاز، الناس قلقت قوي لما كان تعرض للاصابه مع المنتخب ومش عارف، لك الحمد لله كان موجود في الميعاد المطلوب منه وقدر ان هو يشارك ويساهم بشكل جيد. حمدي فتحي بقى هتكلم مع السوليه، السوليه ده لكن حمدي فتحي احنا جت فتره من الفترات لما اتصاب حمدي فتحي الاصابه بتاعت الغضروف دي وقعد 8 شهور تقريبا بعيد، كنا متاثرين جدا وكنا مضايقين وازاي حمدي فتحي موضوع الاصابه والاهلي هيتاثر وكلام من ده. الناس خدت على ديانج انه بيلعب وبيتالق وطبعا تاثرنا بغيابه، لكن حمدي امبارح كان جيد جدا في استخلاص الكرات، الراجل روح ايه في الملعب، لعيب جامد قوي 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 ولاعب يليق على النادي الاهلي، اخلاق واحترام وفنيات وكل حاجه بصراحه عند حمدي فتحي. شكرا يا حمدي على البطوله دي وشكرا على ادائك امبارح في مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا امام الزمالك. السوليه بقاله سنتين واكتر كمان مستوى ثابت، وانا بحترم قوي اللعيب المستوى الثابت. اللاعب اللي بيبقى مستوى ثابت على مدار فترات كبيره يبقى ده لاعب فعلا قوي، يبقى ده لاعب فعلا عنده الشخصيه المطلوبه، وده كل ده متوفر في السوليه. تاني نهائي يحرز فيه هدف، كان احرز هدف في الترجي على ما اتذكر في مباراه 3-1، لكن خسرنا البطوله في الاخر. امبارح هو جاب جون والمره دي الحمد لله كسبنا البطوله، وجون مميز ومتابعه جيده وحاجه رائعه من السوليه، ربنا يحميه يا رب. قفشه بيعجبني جدا عقليته وثقافته وتفكيره وازاي بيستقبل الانتقادات اللي بتوجه ليه. ده امر مميز جدا ان انت بتسمع انتقادات بتاخد منها المميز اللي بيديك دفعه للامام واللي بيقف على نقاط ناقصاك وبتحاول تعالجها وبتسيب اللي بيهدمك. ده اللي بيشتغل بيه قفشه بصراحه، يعني الراجل عنده اهداف وطموح كتير جدا مع النادي الاهلي واهداف كمان شخصيه، بنفسه ياخد احسن لعيب في افريقيا، يقدر قفشه بامكانياته دي. الفتره اللي فاتت مع موسيماني ومع منتخب مصر كمان قفشه حاجه جامده جدا جدا يعني. كل اللاعبين بما فيهم حسين الشحات، حتى الكوره اللي ضيعها دي بصراحه خرجت الواحد عن شعوره شويه، لكن لعيب جامد برضه حسين الشحات. امبارح ما كانش موفق قوي لكن عندنا ثقه كبيره جدا في حسين الشحات، والاهم دايما البطوله واللقب. عايز اتكلم بقى على دور مجلس اداره النادي الاهلي ومستر بيتسو موسيماني والكابتن محمود الخطيب وقراراته الهامه والمميزه، نتكلم عليها دلوقتي يا جماعه. نروح فاصل الاول، طب نروح فاصل وبعد الفاصل بقى نتكلم على الجانب الاداري وعلى سيستم النادي الاهلي وازاي النادي الاهلي بيقدر يحقق الالقاب دي، وازاي النادي الاهلي واجه كل الانتقادات اللي واجهها على الفتره اللي فاتت او اللي شافها على مدار الفتره الكبيره اللي فاتت، وكانت انتقادات ظالمه في الحقيقه، هنتكلم عنها بالتفصيل بعد فتره. والله يعني عايز اقول لحضراتكم على حاجه، ما تلتفتوش اطلاقا لاي شخص او لاعب غير مسؤول. احنا لسه كنا بنقول ايه من شويه؟ كنا بنقول كل الاحترام لاي لاعب في نادي الزمالك، كل الاحترام لاي واحد جمهور النادي الاهلي او بعض من جمهور النادي الاهلي يعني بيتجاوز في حقه وكلام من ده، لكن الواضح يعني ان الشخص هو اللي بيعمل في نفسه كده. انت اللي بتجيب الكلام لنفسك، فخلاص انت اللي عايز كده، انت حابب ان الناس تنتقدك، مش تنتقدك يا ريت انتقاد، انت حابب ان الناس تتجاوز في حقك. انت المفروض نجم كبير، او مش عايز اقول نجم كبير كمان لان النجم ده بيبقى بالالقاب والبطولات والانجازات وانا مش شايف لك انجازات خالص يعني، بس المفروض انك مسؤول كلاعب من المفترض انك تبقى قدوه لناس كتير، بس انت مصمم انك تدي فرصه للناس ان هي تتجاوز. خلاص بقى ما اقدرش اقول لهم حاجه بصراحه، ما اقدرش اقول له حاجه خالص يعني لاي واحد من جمهور النادي الاهلي حابب ان هو يتجاوز في اي لاعب من اللاعبين. احنا ما نطلبش كده ومش مع الكلام ده، لكن لازم اللاعب نفسه يكون حريص على انه ما يتعرضش لمثل هذه الامور. اللاعب نفسه مش حريص على كده خلاص انت حر بقى براحتك، انت اللي بتجيب الكلام لنفسك. احنا هنا بنطلب ان ما يبقاش في اي تجاوز في حق اي حد، وهنفضل نطلب كده ايا كان. احنا الكبار، احنا الابطال، احنا بطل افريقيا، احنا اللي فزنا على نادي الزمالك. لكن لما يكون واحد بيتجاوز في حق الاهلي وجماهيره خلاص يستاهل اللي يحصل بصراحه بقى يعني.
فانت بتجيب الكلام لنفسك استحمل. انا هنا مش بقول لحد يعمل حاجه خالص. جمهور النادي الاهلي احنا حاولنا ان احنا نتكلم بشكل ايجابي شويه، وان احنا بنحترم كل حد في كل الاحوال، لكن طالما انت بتتجاوز ومصمم على هذا التجاوز فاحنا مش مطالبين ان احنا نحاول نجمل الصوره او نحاول ان احنا نخلي الناس تتكلم بشكل معين. انت اللي بتعمل كده في نفسك استحمل. ده امر مهم جدا للاعب اللي انتوا عارفينه واللي احنا شفنا من شويه ايه اللي حصل يعني على السوشيال ميديا دي. طيب خلينا بقى نرجع احتفالاتنا بقى، سيبك من الكلام ده، الكلام ده ما يفرقش معانا. الاهلي بطل افريقيا، الاهلي فاز على الزمالك في مباراه العمر، المباراه اللي بتحصل مره واحده في الحياه، مباراه ما بتتكررش. انك تلاعب فريق كبير زي نادي الزمالك وكامل الاحترام ليه والجمهور مصممين على الكلام ده، اللي مش عايز يحترم نفسه هو حر براحته، لكن في كل الاحوال انك تكسب المباراه دي فهو ده الانجاز الكبير بخلاف الانجازات الطبيعيه اللي انت بتحققها. فده امر مهم جدا. الاهلي بيكسب ازاي يا جماعه؟ وتعالى بقى لحته ثانيه مهمه قوي، لان الاهلي بصراحه على مدار السنوات اللي فاتت اخر سنتين تحديدا او سنتين ونص، المشاكل والازمات بتواجه النادي الاهلي والانتقادات لازعه والمؤامرات موجوده. احنا هنا مش بنتكلم نظريه مؤامره، لكن احنا بنتكلم على امور حصلت، حاجات بتحصل على ارض الواقع الاهلي رد عليها من خلال الملعب ومن المكتب قبل الملعب. من المكتب قبل الملعب، لو تفتكروا حضراتكم، وكامل الاحترام والتقدير لكل اعلامي وبحترمهم جدا وبحبهم وبقدرهم، اي واحد انتقد النادي الاهلي ده رايه، لكن احنا كمان حقنا ان احنا نرد. لما سمعنا بعض الاعلاميين حد قال لك الاهلي عنده، لما خسرنا من الزمالك ماتش الدوري، ازمه الاهلي في المكتب قبل الملعب. فين ازمه المكتب؟ دور معايا على ازمه المكتب، مفيش ازمه في المكتب. طب دور معايا على ازمه الملعب، مفيش ازمه في الملعب. الاهلي بيكسب افريقيا اهو في الملعب وفي المكتب قبل الملعب. دور الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي، وانا مش عايز استفيض في الحديث عن مجلس اداره النادي الاهلي عشان ما اقولكش انت طبيعي جدا ان انت تطلع في قناه الاهلي في تقعد تدافع، لكن الناس دي بصراحه عملوا شغل محترم قوي. الناس دي مشوا بمبادئ النادي الاهلي، ما طلعوش وردوا على حد، ما طلعوش ان هم يواجهوا، كل حاجه بيواجهوها بالقانون وبالسبل القانونيه في الحقيقه، وفي الاخر بيردوا من خلال الانجازات. انجاز كبير اتحقق وغايب عن النادي الاهلي بطوله دوري ابطال افريقيا، انجاز كبير قوي اتحقق. من ضمن الازمات اللي واجهها مجلس اداره النادي الاهلي ومسؤولين على الكره تحديدا في النادي الاهلي وعلى راسهم الكابتن محمود الخطيب هو رحيل مستر ريني فايلر، والاهلي بيحترم التعاقدات والعقد كان يدي الحق لفايلر ان هو يمشي في اول شهر 10، لكن الرهان هنا على كيفيه معالجه قرار زي ده او كيفيه التعامل مع جزئيه كانت ممكن تاثر على فرقه زي دي. فكرت ازاي؟ وهي فعلا كانت مجازفه، بس واضح ان هي كانت مجازفه محسوبه جدا من كابتن محمود الخطيب صاحب فكره التعاقد مع مستر بيتسو موسيماني، ولازم نشكره جدا جدا، راجل بشخصيه النادي الاهلي، مدرب في مكانه. في مكانه ليه؟ عشان جاب دوري ابطال افريقيا. كل المدربين بيجيبوا الدوري، كل المدربين بيجيبوا القاب كتير، لكن اللقب الاهم دوري ابطال افريقيا. فكان قرار اكثر من رائع من الكابتن محمود الخطيب والمسؤولين على الكوره في النادي الاهلي في التعاقد مع مستر بيتسو موسيماني. راجل قدر ان هو يسعد شعب النادي الاهلي. فكل التحيه والتقدير لمجلس اداره النادي الاهلي، كل التحيه والتقدير للجهاز الفني واللاعبين، للمنظومه بشكل كامل اللي ساهمت في فوز النادي الاهلي، وقبليهم طبعا جمهور النادي الاهلي الجمهور العظيم. هروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرات الحلقه. مستمرين في الفرحه، فرحه الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، البطوله رقم 9 في تاريخ النادي الاهلي، واللقب اللي كان مستنيه كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. لسه الاهداف مستمره ولسه الطموحات ما بتخلصش عند اللاعبين وعند الجهاز الفني وعند المسؤولين وعند الجمهور كمان قبلهم، ومقبلين على تحديات غايه في الاهميه، سواء بطولة كاس مصر او حتى السوبر الافريقي وكمان كاس العالم الاندية ان شاء الله في شهر 2 المقبل في مطلع هذا الشهر. فبالتالي كلنا موجودين وبندعم النادي الاهلي وهنفضل ورا النادي الاهلي عشان كل الاهداف باذن الله تتحقق. عايز اجدد المباركه لكل جماهير النادي الاهلي، الف مليون مبروك بهذا الفوز والانتصار الرائع واللقب المميز والاغلى عند كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. بالتالي بما اننا بنتكلم على جمهور النادي الاهلي فخلينا على طول نروح نشوف
ردود افعال الجماهير في مختلف المحافظات بعد فوز النادي الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا. نشوف. فرحة كبيرة أكيد، مش بس في اللقطات اللي احنا شفناها، لا في كل حتة في الدنيا من جمهور النادي الأهلي اللي انبسط وفرح امبارح بفوز فريقه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وكمان لسه عنده أهداف كتير جدا هيفضل ورا الفرقة من خلالها عشان تتحقق بإذن الله تعالى، وتفضل الفرحة على وجوه جماهير النادي الأهلي في كل مكان. ألف مليون تريليون مبروك لكل الأهلاوية ولشعب النادي الأهلي. دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند، حلقة خاصة جدا وهي حلقة الاحتفال باللقب التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا، واحتفلنا وانبسطنا، وإن شاء الله بإذن الله تفضل الاحتفالات موجودة من خلال البطولات المنتظرة كمان خلال الفترة المقبلة، ومن بكرة بقى يتم التركيز في ما هو قادم، ويتم التركيز في مختلف التحديات المقبلة بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. وبكرة كمان حلقة جديدة من الترند نتابع فيها كل الجديد. إلى اللقاء.